ايها السادة شرف الزمان اليوم حال الموعد بانت لنا بشراه جاء المولد شرف الزمان بليلة الإسراء أكرم بها أنعم بها من ليلة غراء أسرائناه الكون في أطوائها بنبينا من مكة الفيحاء للمسجد الأقصى وتم لقاؤه بالأنبياء على جميع صفائه صلى بهم وهو الإمام وحبهم آلاء ربي صاحب الآلاء والروح جبريل الأمين ملازما حتى انتهوا للسدرة الأصماء وهنا توقف قائلا لنبينا هذا مقامي فضل العلياء دخل النبي لحضرة قدسية وسمع الخليل من الجليل خير ندائي أنت المراد من الخليقة كلها والمجتبى يا صفوة النبلاء أيها السادة في ليلة تكريم الحسيبة النسيبة نعم الزوج الكريم ونعم الأم الكريمة نعم التربية في منبتها ومنشئها من آل عبيد ونعم النسب والصلاح إذ كانت رائدة البيت في بيت آل الطناني أكرمنا الله منها بخير خلف لخير السلف سيد المستشار وليد بيك الطناني والحاج إبراهيم فهمي الطناني شاكرين لحضراتكم جميعا باسم الأستاذ محمد سيد عبيد والحاج أحمد سيد عبيد والمهندس عماد عبيد والأستاذ سعيد إبراهيم عبيد والدكتور أسامة عبيد وكل عائلات المنايل الأكرمين أيها السادة مجلسنا مكتظ بالسادة الأجلاء العظماء رؤساء المحاكم والنيابات وأعضاء الهيئات القضائية ورعاة الحق والذين يدفعون الظلم عن المظلومين في هذا المجلس القرآني السادة العمد وقضاة المجالس العرفية والسادة النواب الأحباب فأشكر لكم جميعا باسم الأسرة الكريمة وهيا بنا لنعيش مع آيات ربنا ومعجزة نبينا والدستور الذي يفصل فيما بيننا القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر حظه من الأسماء ممدوح وصوته بإذن الله منفوح وأداؤه كله وضوح والصدر بسماعه مشروح فهيا بنا شيخنا ممدوح إبراهيم عامر صاحب الشعبية الجارفة والشعبية الفائقة يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات
الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا سيدنا النبي صلوا عليه وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وسبح بحمده وكفى به
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الخير وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا. الرحمن فسل به خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا وسمح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم وتوكل على الحي
وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذين وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن مستقرا ومقاما
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون النفس
الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون Oh,
والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون
وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا صفات عباد الرحمن الموعودين من الرحيم الرحمن بشفاعة النبي العدنان ودخول الفسيح من الجنان. امتعنا بصوته الكروان فضيلة القارئ الشيخ ممدوح ابراهيم عامر الصوت الزاخر والاداء الباهر والقارئ الماهر. شاكرين الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم السيد المستشار وليد ميك الطناني والحاج ابراهيم فهمي الطناني والاستاذ محمد سيد عبيد والحاج احمد سيد عبيد والمهندس عماد عبيد والاستاذ سعيد احمد عبيد
والدكتور أسامة عبيد والأستاذ عبد الرحمن أبو ناصر أبو النصر والأستاذ الشافعي صبحي ياسين وباسم جميع عائلات المناير شكرا إلى صاحب الفراشة والإنارة الليلة الحاج جمال لويس وشكرنا للهندسة الإذاعية الكبرى أولاد الحاج محمد الخولي بالعواجة الشرقية وإلى مقدم ضيافتنا أبو إسماعيل بالإسماعيلية كما نشكر المصورين الليلة محمود أبو سليمة وأحمد الجعبري وأحمد شوار الشكر أيها السادة السيد النائب نائب رئيس حزب الوفد بالجمهورية محمد بيك مدينة والسيد العمدة الحاج محمد الدرندلي ومعطلع بيك الروبي والسيد العمدة لطفي سمحان والقارئ شيخ ودي محمد عدس ورعاة الساحة المحمدية الإلهية شيخها عبد الرحمن محمد بدوي والسيد العمدة محمد سعد عدس وفضيلة شيخ محمد عواد وشكري لأخي الحبيب الحاج مجد الدين السادة الكرام.